ها انتما الملوي ديالنا ولي كنقطعو كيجي على هاد الشكل هذا كما كتشوفو. هنايا الكبيدات ديالي عندي الزرع بالنخالة ديالو. بالنسبة للرغيف انا صراحة بغيت نديرو بالزرع بالنخالة ديالو، بغيتو يكون مزيان هكا يعلم المعدة، ما يكونش كيضر في المعدة بزاف. وهنايا كاين فورس رطب، الحاجة المزيانة. وهنايا كاين الملحة. صافي هادشي اللي غندير، ما غندير لا خميرة لا حتى حاجة كما كتشوفو. وبالنسبة ليا هادي غادي نعجنو غير بالماء بارد مروبيني، كنخلطو كلشي. وبالنسبة لهاد العجينة هادي انا راه غادي نعجنها بالليل ان شاء الله حتى الغد ليه، ما غادي ندلكها ما حتى حاجة. هانتوما غادي تشوفوها، غادي غير نجمعها لان غادي تبات ليلة كاملة تبارك الله. ها راه ما دلك في راسها. ديروش ليها الخميره خصوصا الا كنتو غادي تبيتوها، انا الا درتو ليها الخميره غتجيكم جاريه بزاف. غادي تلقاوها هنا كما كتشوفوا. غادي نتاول كدرت ليها الماء حتى حتى نجمعها. المهم ما ديروهاش جاريه، انا ما عرفتش هاد الماء اللي كبيت عليها ياك ما جاتنيش كان غيجينيش. هنايا كما كتشوفوا ملي جمعنا العجينه، هاي العجينه راه قاصحه شويه ولكن راه غادي تبات ليله كامله. ها راه ما تطلق. هنايا غنديرها في الميكا. هادي ديك هادي غنديرها في الميكا وغنسد عليها ونخليها حتى غدا ان شاء الله، وغنشاكلها معكم اللي غادي نطيبوها. بسم الله على بركة الله. هنايا العجينة من بعد ما كتبات ليلة كاملة كنبدلها. ضروري نزيد عندنا وسط العمل شوية باش نلصق شينا العجينة. هنايا العجينة راه بيتها الليلة كاملة فاش عجنتها بالليل، أو مدرت ليها لا خميرة لا والو، وبيتها الليلة كاملة في الميكا حتى طلقات لا خميرة غير بالما بارد وصافي. صافي هنايا غادي ندير كويرات صغيورين، كويرات صغيورين صغيورين بزاف. نتوما كتشوفو الكبيرات كيفاش دايرين، كبيرات صغيورين. هاد هاد العجينة راه صايبتها بهذا بالزرع، الزرع النخالة ديالو. المهم ضروري الكبيرات يكونوا صغيورين بزاف.
صافي. هنا غادي نستمر على هذه الطريقه هذه حتى غادي نكمل هذه العجينه اللي عندي. نتلاقاو معكم باش نطيبو. هانتوما كيف ما كتشوفوا العجين ديالنا ملي كيختمر صافي كنصلحوها ونقلاها. هي هنايا راه كنسخنوها انا راه غادي نطيب وحده بوحده. كنرش المقله ديالنا بالزيت نهار كنطيب انا وحده بوحده باش ما نديرش هذوك اللي كتكون وحده فوق وحده. غنطيب غير وحده بوحده تنساليهم كاملين. انا غنقلبوها صافي. ملي كتشمع هكايا من الفوق من التحت صافي كتقلبوها على الفوق. فهمت ملي كطيب من التحت كتقلبوها على الفوق صافي حتى كطيب وكتحيدوها وكدير وحده اخرى صافي. هكايا غنطيبو حتى نساليه كامل. هنايا غندوزو دابا الكميله باش نصايبو المريقه ديال الرخيصه. هنايا عندي الدجاج، الدجاج كيبقى لكم الاختيار شحال ما بغيتو. وهنايا عندي البصله هانتوما كتشوفو قطعت هاد الشنيتات هادو. دابا غادي نزيدو عليها العطريه هنايا. غنديرو الثومة، غنديرو الثومة صاينة وهادي غادي نحكها. باش كتعطي النسمة ديالها مزيان في الرفيسة. العطريه هنا غنزيد خرقوم عواد وغنزيد العشوب. هنا عندي العشوب دايرهم في الساشيه هذه العشوب ولا راس الحانوت معرفتش كل واحد شكون يقول ليه. العشوب والسمن هما الحاجه اللي كيخليو الرخيصه تكون زوينه. هنا غنزيدو الملح شنو مازال لي خاصني. انا هنا غندير غير شويه ديال الحلبه ما غنكثرش من الحلبه. غندير شويه نقيها بعدا ونغسلها عاد غنزيدها. الحلبه البلديه
الحلبة الرومية كتكون نقية، ولكن احسن ديروا الحلبة البلدية. ولا بغيتو نتومايا بغيتو بزاف ديال الحلبة طيبوها فشي كسرونة بوحديتها، اما رفيسة كديرو معاها واحد شوية، واحد معلقة كبيرة تقريبا، ما تكونش عامره بزاف باش ما تعطيكمش المروره الرفيسه، حيت كتعطي المروره الا كانت كثيره بزاف. نزيدو غير معلقه هكايا ما عامرهاش بزاف في المرقه. من بعد ديك الساعه نتوما الا كنتو باغيينها بزاف طيبوا الكميه اللي بغيتو في كسرونه بوحدها، ما تكونش مع رفيسه باش ما تخسرش ليكم المذاق. وضروري طيبوا معاها شويه، إلا ما طيبتوهاش معاها كتجي شويه باسله، ضروري طيبوا معاها شويه باش كتلق النسمه ديالها في المريقه ديال الرفيسه، ونقيوها مزيان يكون فيها الحجر والتراب، نقيوها مزيان. هنايا غنزيد شويه ديال الماء، خلط هذا الخير هذا ايوا هذه هي الرفيسه ديال القصعه، عمركم شفتوها الرفيسه في القصعه. كتخلطها مزيان باش هاد العشوب هذا كيدخلوا للدجاج. هنا مازال ما درنا ليها لا زيت لا والو، تسنى حتى نبغيو نطيبوها عاد ديك الساعات غنديرو الزيت. هنايا ما درتش العطريه الاخرى، درت غير الخرق ومعواد وهذا وسميتو الخرق ومعواد وراس الحانوت ولا العشوب، هادشي اللي درت فقط. ها هنايا في الجميلة نديرو الزيت، الزيت النباتية وغادي نزيدو هاد الدجاج هذا باش شرملناه درنا ليه العشوب وهاد الخير كامل. غادي نزيد البصله، شوف داكشي اللي بقى في القصريه نردوه للكاميله باش ما نضيعوش فيه. هنايا زدت الماء الكافي وزدت توقف ليا زدت العدس، زدت العدس من بعد ما رقدتو ليله كامله، ما توقف ليا الفيديو ما تصورش كما كتشوفوا. وصافي كنطلعو فوق الفرن باش طيبو. بسم الله، ها نتوما المسمن ديالنا ملي كنطيبوه كامل هكايا كيجي على هذا الشكل هذا. المهم هذا طيب بزاف، احسن ما طيبوهش بزاف يكون طيب طيب.
من بعد هنايا شوفي كان فاش تقطعوها تقطيعه هذه ها نتوما كيف ما كتشوفوها تقطيعه هذه بغيت يجيكم بحال هكايا تاخذوا هذه المسمنه هذه كتلويوها يعني كتقطعوها بالمقص ها نتوما كتشوفوا هي كتستمر على هذه الطريقة هذه حتى كتكملوا المسمن ديالكم كامل. هنايا غنزيد واحد هكا القبصة ديال الربيع المعدنوس مخلطين هكا مجموعة وكتزيدوا ليها السمن إذا كان عندكم السمن غندير غير ضمأ ديال السمن المهم الأحسن إلا كان السمن السمن طبيعي من الأحسن ديرو ها نتوما الملوي ديالنا ولي كنقطعو كيجي على هاد الشكل هذا كما كتشوفو كيجي خفيف وخا حنا هنايا درت ليه الزرع هذا راه الملوي ديال الزرع نشوفو تبارك الله كيف جا جا زوين وجا خفيف ما جاش مدقص بسم الله على بركة الله شوف هذه كلها شوف 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 شوف